طبعا مباراه هامه قوي بالنسبه للنادي الاهلي، ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي في هذه المباراه المصيريه بشكل كبير في مشوار النادي الاهلي الافريقي. حصل الامر ده قبل كده، امر متشابه بالنسبه للنادي الاهلي من خلال بطوله 2013، خسرنا مباراه امام اورلاندو هنا في القاهره، وكمان اتعادلنا مع الزمالك 1-1 ساعتها تقريبا في هذا التوقيت. فبالتالي قدر النادي الاهلي، كان موقف صعب شويه، قدر النادي الاهلي مع نهايه البطوله ان هو يحصد اللقب الغالي الافريقي، وكان اخر لقب قدر النادي الاهلي يفوز بيه، وكان تحت قياده الكابتن محمد يوسف المدير الفني في هذا التوقيت، والمتواجد كمان الفتره دي مع النادي الاهلي كمدير كره ومدرب عام في الجهاز الفني المساعد لمستر باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي للنادي الاهلي. ان شاء الله في اجواء تفاؤليه بشكل كبير جدا في معسكر النادي الاهلي المغلق في برج العرب، وكله بيستعد بمنتهى القوه وكله مركز. ان شاء الله النادي الاهلي يسعد جمهوره كالعاده، يقدر يحقق 3 نقاط هامه، وان شاء الله تكون بدايه لانطلاقه جديده للفريق في بطوله دوري ابطال افريقيا، سعيا نحو الفوز بهذا اللقب الافريقي الهام والبطوله رقم 9 في تاريخ بطولات النادي الاهلي من الناحيه الافريقيه، بالتحديد من ناحيه دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. الفريق طبعا زي ما احنا عارفين بيواصل استعداداته من خلال مران النهارده، المران اللي قبل الاخير بالنسبه للنادي الاهلي، اكيد هيكون في بعض الجوانب التكتيكيه وبعض الجوانب الخططيه بجانب طبعا الامور البدنيه اللي بتبقى مع بدايه كل مباراه، لكن خلاص الناحيه البدنيه خلاص بقت جاهزه جدا عند لاعبي النادي الاهلي، مش هيبقى في شغل بدني كتير خلال مران النهارده، خصوصا ان خلاص المباراه بعد بكره، فالاحمال البدنيه هيبتدوا ينزلوا بيها الجهاز الفني ومستر مايكل ليندمان بالتحديد اخصائي الاحمال في الجهاز الفني بالنسبه للنادي الاهلي. التركيز كله هيكون على الجوانب التكتيكيه والجوانب الخططيه اللي بيحاول من خلالها مستر باتريس كارتيرون وجهازه المعاون في تنفيذها خلال مباراه تاونشيب. في بعض الجمل اللي يمكن كانت بتحصل خلال معسكر الفريق في كرواتيا وايضا خلال التدريبات الاخيره بالنسبه لفريق النادي الاهلي في القاهره وقبل التوجه للاسكندريه، مستر باتريس كارتيرون بيحاول يحفظها للاعبين علشان ان شاء الله يقدروا ينفذوها ويقدروا ان شاء الله يظهروا بشكل مميز. وجمهور النادي الاهلي دايما منتظر فريقه يظهر بالشكل المطلوب، وخصوصا بعد غياب فتره، النادي الاهلي بقى له فتره كبيره ما بيلعبش مباريات رسميه، فالجمهور متعطش، الجمهور متشوق، جمهور النادي الاهلي بالتحديد بيستنى مباريات النادي الاهلي بفارغ الصبر. ان شاء الله اللاعبين يكونوا في الموعد ويقدروا يفوزوا بهذه المباراه وتبقى انطلاقه كبيره ان شاء الله وجديده بالنسبه للنادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا.